عن اسكندرية. زي عندنا السيد البدوي يعني طنطا شيلها شيخ العرب. استنى يا راجل. ايه؟ امال الشايلين شغلتهم ايه؟ شيال! ايوه يا بيه شايلنا. حاضر يا بيه. العفوش بكام يا اسطى؟ هناخده نص جنيه. ليه بقى؟ انت هتطلع منين بالظبط؟ من هنا على طول، وبعدين نخش في الشارع اللي على الامه نلاقوا ميدان المنشيه، اول شارع على اليمين، وبعدين تاني شارع شمال نلاقوا البحر، نخش شويه نبقى في الانفوشي. طب اتكل على الله. ولا حفظت الوصفه؟ صم. يلا بينا. يا ألف أهلا، يا مليون مرحب. وبعدين؟ ولما ربنا أكرمنا وخدنا ثانوية عامة سافرنا مصر وقدمنا ورقنا في مكتب التنسيق. مكتب التسويق؟ تسويق ايه؟ يا ولية يا جهلة، زي مكتب تسويق السمك اللي عندنا البحري. صح؟ صح. مكتب السمك ده بقى يصنفنا حسب المجموع، 90% مرجان، 80% بوري، 70% ده قشر بياض. وانتوا بقى بالصلاة على النبي كده طلعتوا ايه؟ بسارية محولة اوراقنا على جامعة اسكندرية، أمي صممت لا زلاف شقة ولا فرقان. معقول برضو؟ اه تنزل فرقان ده واحنا موجودين؟ اشحال ان ما كانش امك بنت خالتي. يعني زهرة في مقام خالتك بالظبط. صح؟ صح. بس احنا اتنين يعني ومش عايزين نضايقكم الحقيقة. ما هو حسونا بلديات، ابن احمد افندي حسونا رئيس مكتب البوسطة اللي في البلد. مين جاي يامه؟ تعالى زينهم. ده زينهم ابني اكبر الصبيان. ربنا يخليك. انت بتعمل ايه يا؟ بس سيبه معلم شيحة. خد يا زين. ايه ده؟ خد ده شوية حاجات كده على مقوسهم بعتهم لك امي. ده عايز كده بقى انتوا تفتحوا قوي قوي قوي. كتير يا شيحة بيه؟ لا ابدا، وردية بالليل وردية بالنهار. زغلول هننام امتى؟ احنا ننام يوم الجمعة. يلا انت وهي يلا يا يلا بقوا سبعة يا زغلول. بقول يا معلم شيحة. نعم. فيه عيال تاني ولا دي اخر كلام؟ بإذن الله كده في واحد جاي بعد 9 أشهر أو بيعملوا لكم حس في الشقة. والله العظيم انتوا هترتاحوا عندنا آخر راحة وهتذاكروا أجدع مذاكرة. الله ما تخافش يا أسطى عبده. إيه رأيكم في الأوضة؟ هي في الحقيقة يعني مش بقول لك هو قصده يعني يا معلم مش كده والنبي؟ طبعا إذنكم وأنا كلها اوضه وصاله. هما دول قرايبك اللي قعدت تعشمني بيهم يا سي زغلول؟ زغلول زغلول زغلول. معقول هناخدوا منهم فلوس؟ الله، امال هي تكيه؟ البلد زحمه عشان موسم التلاميذ، ولما يدوخوا مش هيلاقوا اوضه زي دي. Ugh.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله عليك. اشربوا الشاي بقى. صح، ما كفايه شربناها للابع يا عم شيحه. يا شيحه بيه، الحمار ساعات بيقولوا له شي وساعات بيقولوا له حا، انما شيحه ده يبقى حمار ابن 60 حمار. صح، ده يقصدني انا. صح صح، استحلفك بالله لا تدع الامور هكذا. انا هقضي لها يا عم شيحه. الأوضة ب2 جنيه في الشهر؟ في الليلة طبعا، ده في العشر أيام الأولى، بعد كده تبقى الليلة بجنيه ونص بس. خلاص احنا نمشي دلوقتي ونجيلك بعد 10 أيام. أوضة 19، أرخص أوضة بسرين عندنا، جنيه واحد في الليلة. ومن غير سرير خالص بكام؟ تيجي ازاي دي؟ أصل عشان ظهري تعبان في البتاع ده، فممنوع عليا السرير، بنام واقف. انت عارف حضرتك الخيل بتنام ازاي؟ بيجيبوا الخيل ده مؤاخذه يا عم يلا يا عم. طب هو بينام واقف زي الحصان، انا بنام معوج زي الحمار، كتير جنيه. ده حراميه يابا. هي واسعه بس ضيقه شويه. او السقف نازل. وفيها سفور. شفته في اوضه النوم واحد. والشقه اللي شفناها دي ايجارها كام في الشهر؟ ب100 جنيه عشان خاطركم. ما تهزقها شويه، احنا هندفعه 7 جنيه. ويا حسان انا العصايه. تعالى يا سيدي تعالى. العالم انصعرت يا جدع. ايوه. انت خلاص بقيت اسكندراني. طب حنباته فين يا ابو احمد؟ على رصيف نمره 5 يا معلمي. ها؟ في السرايا دي. خليك انت اصلك نحس. يا راجل ده تلاقي الاوضه فيها بمليون جنيه. ما تخافش هنزلها النص.
Thank you.